اهلا بحضراتكم من جديد ومكملين حوارنا مع ابطال افريقيا للناشئات لكره السله ونجومهم اللي حققوا الحقيقه بطوله افريقيا وتاهلوا ايضا لكاس العالم. معانا ايه الفقي، اهلا بيك يا ايه. اهلا بحضرتك والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك. ومعانا طبعا هاله علي اخت هاجر اللي كانت موجوده من شويه، اهلا بيك يا هاله. اهلا بحضرتك. انت متاكده ان انت هاله ولا هاجر؟ الف مبروك. يمكن ابتدي معاكي يا هاله، يمكن البطوله كانت صعبه. كان عندك شويه صعوبات في الاول، قولي لي عشتوها ازاي؟ احنا طبعا يعني مرينا بظروف كانت مش احسن حاجه، بس يعني اول حاجه ان احنا اتفاجئنا، يعني كنا عندنا تمرين عادي، اتفاجئنا تاني يوم ان احنا نلعب مالي، وكان المفروض يعني كان المفروض 3 ايام على البطوله اصلا. وطبعا الظروف اللي مرينا بيها اللي هي بتاعت كابتن شريف لما اتفاجئنا ان هو تعب ومش هيكمل معانا وكده، وفريدة تامر طبعا لما عرفنا ده برضو كان الموضوع بالنسبه لنا صعب. ما خلكوش تقلقوا يعني؟ انتوا كنتوا بتقولوا لبعض في اوضه اللبس، بتقولوا لبعض مثلا في الاوتيل، يعني الموضوع ده ما كان، ولا بتلعبوا وخلاص ومصرين على المكسب؟ لا كنا بنكلم بعض طبعا كلنا، وبعدين عشان اول ماتش لعبناه ما ظهرناش باحسن حاجه، يعني كل واحده ما ظهرتش بلعبها. طب ليه مالي ما ظهرتوش باحسن حاجه؟ عشان احنا قبليها كنا مرين بظروف، يعني عرفنا الماتش في يوميها، وطبعا بقى حوار كابتن شريف وفريده تامر. يعني انت قصدك تقولي ان احنا خسرنا من مالي عشان الحاجات دي زي ما كابتن احمد قال؟ يعني الحاجات دي كانت بالنسبه لكم هي السبب، يعني ايه يمكن اجيك نفس الكلام، هل بنفس المواقف نفس الامور، ولا كان في حاجات بالنسبه لك انت على المستوى الشخصي شايفاها اثرت بشكل كبير؟ يعني انا شايفه ان هي جزء في التاثير الخساره، بس ما ينفعش نحط ان هو ده المبرر. صحيح، يعني احنا كنا متوترين ومرينا بظروف صعبه قوي، بس احنا برضو احنا معترفين ده ما كانش مستوانا. تمام. بس مش هنحط اللوم كله عليها، احنا كان ممكن في الخضه وكده، بس احنا عارفين ان احنا عندنا احسن، واثبتنا كده في الاخر ان احنا كان لازم اللي هو لا نركز، البطوله سهله وعلى ارضنا، فدي حاجه في صالحنا جدا، فاللي هو لا كان لازم ندوس على نفسنا ونركز بقى وناخد البطوله.